CYC is a free channel that presents the Word of God for everyone. Your support will help us to continue the mission. Visit our website, cycnow.com. Even a dollar will make a difference. الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. سعداء في هذه الليلة المباركة أن نستقبل أخانا الحبيب قداسة البطريرك الإثيوبي أبونا متياس الأول. في أول زيارة لنا إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، ويكتب صفحة جديدة في التاريخ الطويل الذي يربط بين الكنيستين الشقيقتين. الكنيسة القبطية العريقة منذ القرن الأول الميلادي بكرازة القديس ماري مرقس تقريبا في منتصف القرن الأول الميلادي تأسست كنيسة الأسكندرية. وفي القرن الرابع الميلادي وفي حبرية البطريرك العظيم في البطاركة البابا أثناسيوس الرسولي البطريرك رقم 20 رسم أول أسقف باسم أبونا سلامة لبلاد الحبشة. منذ ذلك التاريخ صارت العلاقة بين إثيوبيا ومصر علاقة حميمية قوية، وصارت العلاقة بين الكنيستين على كل المستويات علاقة قوية، وخلال حبرية الأباء البطاركة الأقباط عبر كل السنين كانت لهم علاقات قوية. فمثلا قداسة البابا كيرلس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث، وهذا في التاريخ المعاصر، كانوا دائما على علاقة قوية بالكنيسة الإثيوبية في أفراحها وفي أطراحها أيضا. بعد نياحة البابا شنودة في مارس 2012 في أغسطس 2012 تنيح البطريرك الإثيوبي السابق أبونا باولوس، وحسب البروتوكول بين الكنيستين فإن الكنيسة الإثيوبية شاركت معنا في نياحة البابا شنودة،
وشاركت أيضا في انتخابات التي أعقبت نياحة البابا شنودة، وشاركوا في انتخابنا وأيضا في تجليسنا. وبالمثل عقب نياحة البطريرك الأثيوبي السابق، شاركت كنيستنا القبطية في مراسم الجناز، وشاركت أيضا في مراسم انتخاب البطريرك الجديد. أبونا متياس دخل الدير وهو في عمر 12 سنة، وكان هذا في عام 1952، ولذلك هو يحمل عمق الروحانية الديرية، ويحمل كرامات القديسين الذين عاشوا في البراري الإثيوبية. وزار مصر قبل أن يكون بطريركا مرة منذ حوالي 30 عاما، وبالطبع كما ذكرت كان في زيارة ثانية في وقت الانتخابات البطريركية السابقة في كنيستنا. نرحب بقداسة البطريرك ومعه وفد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة، ونرحب باسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، باسم كل المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وكل الخدام والخادمات. نحن نفرح كثيرا يا إخوتي بتبادل المحبة، فالإنسان ليس له في العالم شيء يأخذه معه إلى السماء سوى المحبة. فالذي لا يحب لم يعرف الله بعد، وكانت وصية السيد المسيح لتلاميذه دائما: أحبوا بعضكم بعضا. لذلك فالكنيسة الإثيوبية تحتل في حياتنا القبطية الأرثوذكسية موضع القلب، فهي أولا كنيسة إفريقية مثلنا كنيسة إفريقية أيضا، وثانيا اسم إثيوبيا واسم مصر ذكر في الكتاب المقدس مرات عديدة. يربط بيننا شريان الحياة نهر النيل العظيم، والذي هو هبة من الله لم يصنعه إنسان، ولكن أودعه الله في يد البشر
كعطية عظمى مثل الهواء والشمس، وقدمها لنا جميعا لكي ما نشكره صباح مساء. كما تعلمون نحن نحتفل في كل عام بعيد للملاك ميخائيل، له عيد شهري، والعيد الذي يأتي في شهر يونيو في 19 يونيو الذي نسميه في كنيستنا عيد الملاك، له تسمية أخرى اسمه عيد النقطة، والنقطة المقصود بها أول قطرة ماء تسقط على الحبشة ويستمر هطول المطر هناك إلى أن يصل إلينا في نهر النيل، ولذلك عندما نشرب الماء على أرضنا نتذكر بلاد إثيوبيا التي أودعها الله هذا الماء لكي ما يخدم ملايين البشر، حيثما يمر نهر النيل العظيم. نحن تربطنا بالكنيسة الإثيوبية علاقات المحبة القوية والعميقة، وهذا ليس فقط على مستوى الكنيسة ولكن أيضا على مستوى الشعبين والبلدين. علاقتنا قوية بإثيوبيا وتتقوى يوما بعد يوم، ليس فقط في المجال السياسي ولكن في كل المجالات التي تساهم في رفع مستوى الحياة والمعيشة لكل الشعبين. ولذلك محبتنا قوية للكنيسة الإثيوبية، ولكل الشعب الإثيوبي، وأنا أعبر هنا ليس عن المسيحيين فقط ولكن عن كل المصريين، هذه المحبة نستمدها من وصية السيد المسيح أحبوا بعضكم بعضا لأن الإنسان كيف يقول أنه يحب أخاه ويقول في نفس الوقت إنني أحب الله، فلا يمكن أن يكون إنسانا يقول أنا أحب الله ولا يحب أخاه. ونحن في مصر كمصريين نحب الله، ولذلك نحب أشقائنا وإخوتنا وإخوتنا في الجيرة في أفريقيا وتحتل إثيوبيا
المكانة المتقدمة في هذه المحبة. منذ أسابيع قليلة استقبلنا الوفد الشعبي، وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية، استقبلناهم هنا في هذه الكاتدرائية، ورحبت بهم كل دوائر المسؤولية في مصر، وقضوا بيننا أوقاتا طيبة، ولذلك نحن في محبتنا نعتمد على وصية الرب ونعتمد على التاريخ الطويل، ونعتمد على يد الله الذي عطاياه جديدة في كل صباح. ولذلك إذا نشأت أي موضوعات بين أي بلدين فنحن نثق في أن علاقات المحبة تستطيع أن تتوصل إلى ما يرضي الله أولاً ويرضي البشر ثانياً. هذه المحبة هي رأس منا، وقد سمعت عندما زرنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يرغب في تقوية كل العلاقات بين هذه البلاد الشقيقة إثيوبيا وبين مصر، ونحن نشجع هذا الاتجاه كثيرا، ونثق أن الحكمة والمحبة تستطيع أن تصل إلى كل أمر مرضي للجميع. قداسة البطريرك متياس الأول أبونا متياس زار عدة كنائس قبطية في القاهرة والإسكندرية، وزار أيضا عدة أديرة للرهبان والراهبات، وزار مسؤولين الدولة السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر، كما تقابل مع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين الذين يسعون إلى تأسيس مشروعات تنمية في إثيوبيا. كما حضر جانبا من مؤتمر الرهبان أو الرهبنة في دير الأنبا بيشوي، واستقبلناه يوم السبت الماضي استقبالا كنسيا في المقر البابوي، ونرحب به في هذا المساء في الكاتدرائية بوجود كل الشعب.
الحقيقة أنها أيام قليلة، وكان بودنا أن قداس يقعد وينا شهرين ثلاثة، بس أنا أعلم مسؤولياته ومشاغله ومسؤوليات الكنيسة. واتفقنا على أن يكون هناك لجنة تعاون ما بين الكنيستين، في المجالات التعليمية الكنسية ومجالات الرعاية الاجتماعية ومجالات الرهبنة والأديرة ومجالات الحوار اللاهوتي. كما قدم لنا دعوة كريمة لزيارة بلاد إثيوبيا، وسوف نحاول أن نلبيها في أقرب وقت ممكن. فمحبة أبونا متياس والأباء الذين معه أثرت قلوبنا وأزادت اشتياقنا إلى زيارة ورؤية هذه البلاد الصديقة. نكرر محبتنا وشكرنا لهذه الزيارة، ونود أن نستمع إلى كلمة بركة من قداسته يخاطب بها المصريين ونحن هنا في هذه الكاتدرائية، وأيضا عبر شاشات التلفزيون. أهلا بك سيدنا. قم بالترجمة سيادة السفير الإثيوبي محمود دورير، وهو الذي تعب معنا في هذه الزيارة في كل الأماكن، رافق قداسة البطريرك وزار كل الأماكن، وقام مشكورا بالترجمة من اللغة التي يتكلم بها أبونا متياس، اللغة الأمهرية، ويترجم لنا إلى اللغة العربية. نشكره كثيرا. መንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ ፖፕ ቴዎድሮስ ሁለተኛ ቀዳሰተ አልባባ ቴዎድሮስ ተታኒ ስላሰሙን ታሪካዊ የሆነ ሁለቱንም አገር በተመለከተ ስለ ሃይማኖታችን ሁሉ ያሰሙን ስለ ታሪካችን ሁሉ የሰጡን ትምህርት በጣም የሚያረካ ነበር። እናመሰግናለን። نشكركم لما عرضتم لنا من التاريخ العريق الذي يربط بين بلدينا والذي يعود الى زمن بعيد. انيا من يكبطان اباطوچ ايتوبيان اباطوچ غار بمهون غبصن سغوبين يا لمجمريا غيزي مالت كبات باتريارك نس لمجمريا غيزي
እንደሆነ ሁሉም ያውቃል من المعلوم انها هي زيارتي الاولى بعد ان اصبحت بطريرك اثيوبيا ومعي الاباء الاجلاء الاثيوبيون من الكنيسه الارثوذكسيه الاثيوبيه قدم قدوسነታቸው እንደገለጹት كما ذكرتم انفا ب ሶስተኛ በቁጥር ግን ሶስተኛ ጊዜ ነው ግብጽን ስጎበኝ عندما هي زيارتي الثالثه بطبيعه الحال الى مصر እንግዲህ ዛሬ ያው ጉብኝታችንን ጨርሰን ወደ ሀገራችን ለመሄድ ونحن ننهي زيارتنا هذا المساء ونحزم لنرحل يعني للرحيل نستعد للرحيل በዚህ ምሽት እዚህ ተገናኝተን ከበጉባኤ መሐከል በጉባኤ ክርስቲያኖች በጉባኤ ክርስቶስ መሐከል ተገኝተን ይህንን በረከት በመቀበላችን በጣም ደስ ይለናል ونحن سعداء جدا بأن نأخذ بركات سيد المسيح وبركات المسيحيين جميعا በዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን የተገኛችሁት የሃይማኖት ወንድሞቻችን اخواني في الايمان الذين تواجدتم في هذه الكنيسه العظيمه እናንተ ሁላችሁም ያው ጥሩ አቀባበል ስላደረጋችሁልን እናመሰግናለን اود ان اشكركم لحسن استقبالكم لنا እንግዲህኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንና ህዝብ ይዘነው የምንሄድ ትልቅ ስንቅ ይዘናል ቋጥረናል نحن اخذنا من هنا زوادة ثقيلة من مصر ونوصلها الى اثيوبيا الى الشعب الاثيوبي ይሄም ደግሞ የቆየውን ከጥንት ጀምሮ ሲያዝ የመጣውን ወንድማማችነት እህትማማችነታችንን وتتمثل هذه الزوادة بالعلاقات التي استمرت لزمن طويل بيننا ببلطه አጠናክረን እንደሄድን ለህዝባችን የምናደርሰው በበለጠ አጠናክረን መሄዳችንን ነው والرساله التي نحملها هي الى الشعب الاثيوبي اننا عززنا تلك العلاقه بشكل عميق ومتين ايهم ደግሞ افكر بيزك كما نفسك ወድምህን እህትህን ሁሉ እንደራስህ ህይወት አድርገህ እንደራስህ ነፍስ አድርገህ ውደድ የሚለውን የመጽሐፍ ቃል ተጎናጽፈን ነው ይሄድ ነው ዛሬ وهي ترسيخ للتعاليم التي نؤمن بها بان نحب اخواننا واخواتنا كما نحب انفسنا እናንተም ለኛ ሆን እንደሚሰማን መልካም ነገር እንደሚሰማችሁ እናምናለን وانا واثق جدا انكم ايضا تشاطرونني هذا الشعور ያውና ሆንም ቢሆን በተግባር ያሳያችሁ ነው በጭብጨባም ያረጋግጣችሁ ለና ያላችሁ ولقد حققتم ذلك بالتصفيق والمشاعر الصادقه
سوف نبلغ هذا كله للشعب الأثيوبي. يهم دغمو يأثيوبيا حزب هن يكدرو كنبرو يبلت عدرغو فكرون وداجنتون كرامنتون اندياك اندياتناكر يردوال مما سوف يعزز من مودته ومحبته للإخوة المصريين جميعا. ያን እንግዲህ በኢትዮጵያ ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ክርስቲያን ሁሉ በግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለው እምነት በጣም ጠንካራ ነው። الوحدة التي تربط المسيحيين الأثيوبيين بالكنيسة القبطية المصرية هي قوية جدا. አባቶቻችሁ አዚህ ያሉት የኛም አባቶች እንደሆኑ ያምናል። ويؤمن الاثيوبيون بان الاباء الاجلاء من الكنيسه القبطيه المصريه هم اباء لهم. ስለዚህ ይሄ በመሐከላችን ስላለ የተበቀ ፍቅር ስላለ ምንም ነገር የሚመጣ ነገር እንደሌለ ተስፋ እናደርጋለን። ቢደግሞ ተባታችን ይሄ ፍቅራችን የጸና መሆኑ በመሐከላችን ያለው ፍቅር በመሐከላችን ያለ ስምምነት የተነከረ ስለሆነ በመሐከላችን የሚለያይ ችግር አይመጣም። ولا تستطيع اي عاصفه او رياح ان تهز هذه العلاقه المتينه والقويه بيننا. በሀገራችን በኢትዮጵያ ያለው የውሃ ፍሰት ደጋግመን እንደተናገርነው ቅዱስነታቸውም እንደተናገሩት እግዚአብሔር የፈጠረው ለሁላችን ስለሆነ والمياه التي تجري في اثيوبيا هي عطاء من الله. ይሄ ዘላለማዊ ነው አሁን ወደፊትም ይዘልቃል። وهي سوف تستمر الى الابد لانها ازليه. ወለህም ይሄንን እኛን ሁለታችንን አጣምሮ ያዘ አስተሳስሮ ያዘ ፍቅራችን በሃይማኖቱም ባባዮሃም ተሳስሮ የሚኖር ስለሆነ ولان ما يربطنا ويجمعنا هو تلك المحبه التي هي منبثقه من ايماننا المشترك وايضا هذا النهر العظيم. ይሄን ለሰጠን አምላክ ምስጋና ይገባዋል። ويجب ان نشكر الرب لعطائه وهبته هذه. እንግዲህ በዚህ ሀገር በቆየንበት ወቅት ብዙ ጎብኝተናል። لقد كانت لنا زيارات كثيره في هذه الايام التي قضيناها بينكم. የወንዶች ገዳማት የሴቶች ገዳማት وزرنا الحياه الرهبانيه المصريه سواء كانت الاديره الخاصة بالرجال او تلك الخاصة بالاخوات والامهات. በዛ ገዳማት የሚኖሩ ወንዶቹም ሴቶቹም መነኮሳትና መነኮሳያት ለዓለም ሁሉ የሚጸልዩ ለሀገራቸው ብቻ ሳይሆን
وهؤلاء لا يصلون فقط من أجل مصر بل يصلون من أجل العالم كله. سلا سلام سلا فكر سلا عندنت سلا ساتتا يمتليو سلهنو وهم يصلون من أجل المحبة والوحدة والسلام. كالنسو ينسو صلوات هلاتشننم يتبقنا على المالتنا وسوف ترعانا تلك الصلوات التي يؤدونها دائما. በየገራማቱ ያሉት መናንያን ሁሉ ሌላ ተግባር የላቸውም ከተግባራቸው ቀዳማዊ ተግባራቸው ጸሎት ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋራ ሁሉ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋራ የሚገናኙ ስለሆነ الرهبان دائما رسخوا وقتهم كله من أجل الله يعني كل وقتهم هو وقت للصلاة. إغذيابهر يقبل أشوال صلواتهم يقبل على كل جزء. وصلواتهم ودعواتهم مقبولة من قبل الله. لذي لها قرأتهم هنا لما الله هزوي أمي عدر قد بتعم تكامي سلهنا هلم يعمن بتعال. ونحن نؤمن أن صلواتهم ودعائهم هي هامة ليس فقط لبلدهم بل للعالم جميعا. سلا قداماتو تجمعري يا يهوتن لمجلس يا هل بتعام جروم يهونا تنكر راي هونا عياز جروم يهونو قدامات اندالو هلنا اتشن متمل قتنا. وشاهدنا أن الأديرة تم الحفاظ عليها وتحديثها وهي أماكن جميلة جدا. بها قراتشن يالوت የወንዶችና የሴቶች ገዳማት الأديرة الخاصة بالرجال وتلك الخاصة بالأخوات والأمهات في أثيوبيا እንዲተናከሩ እንደናንተ እንደዚህ በግብጽ እንዳሉት ገዳማት እንዲተናከሩ መረዳዳት ያስፈልጋል. ويجب أن نتعاون ونتبادل الخبرات في كيفية تعزيز هذه الأديرة. لذي بيتشاس هون بليجو ليجو يا بيتا كريستيان واهل لونا عندي تبك بتمهر تبكل. ويجب أن نتعاون في مجال التعليم الكنسي. ترى قاقفو مرة راتي قبال. ونساعد بعضنا البعض. ስለዚህም ለዚህ ሁሉ እንግዲህ ቃስ ይያልን በየጊዜው እየተገናኘን እየተመካከርን وعلينا ان نكثف من لقاءاتنا የምናደራጀው ይሆናል ونقوم بواجبنا እና እንግዲህ እግዚአብሔር እንግዲህ ምኞታችንን እንዲፈጽምልን ونتمنى من الله ان يحقق لنا امانينا وآمالنا. يهلاچنم صلوتنا تببر يفلقال. وهذا يحتاج الى صلاتنا جميعا. انغري سلتدرجلن عقبابل يموقا يدمق عقبابل. ومرة اخرى اقول نحن نشكركم لحسن استقبالكم لنا. وكذلك نشكر قداسة البابا تيودوروس كما ونشكر أيضا باباساتونم مأمنانونم تقلالا
يمنغست الآباء الأجلاء وأيضا الأتباع والحكومة يمنغست أكالاتن مجمر نامسقنا لن وكذلك الحكومة المصرية طبعا قدم يرساه وتعند نقر الله وأعود إلى نقطة نسيتها بزاويه تواتك إمامو قارات قرانت النبر لقد التقينا بإمام بالشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بعد الرقنوي وفي لقائنا بعد الرقنا ويجتم بطعام دس يميل نقرني نبرو هنيتاو بتقلالا سويو بطعام قنا سويين دهونو بطعام قنا سويين دهونو نا سلاماوي دهونو لقد كان لقاؤنا وديا وتلمسنا كم هو طيب فعلا هذا الرجل كليلوچون بالسلطانات ك بريزيدنتنا كتقلاي منسيرو غارا كادرغنو ويت يتلهي ايدلم سلا سلام سلا اندنت سلا فقر سلا 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 عبرو سلا مسرات نو يتنغاغرنو نا دس بلونال بتام دس بلونال تحدثنا حول التعاون في نشر رسالة السلام والمحبة والوئام وهذا ما تطرقنا إليه في كل لقاءاتنا مع المسؤولين المصريين انقري ازيلاي يبقى انيال كلاتهم ياو ينافقاتهم للنهر نورا قراتنا بصلوات شنيون انقري نرجو منكم أن تصلوا من أجلنا لأنني حزين الآن وأنا أغادر مصر ووفدي أيضا يغادر مصر نحن نشعر هذا الشعور الحزين نعم سجن الله شكرا جزيلا شكرا شكرا لأبونا متياس شكرا زيارته وبركته التي قدمها لنا شكرا لكلمات النعمة التي حدثنا بها وشكرا للروح الروح الطيبة التي رأيناها وتلامسنا فيها مع كل الآباء الأحباء وأعضاء الوفد المرافق لقداسته نشكره كثيرا وهو يستعد بعد ساعات قليلة للسفر والعودة مصحوبا بملاك السلامة وبنعمة المسيح ليصل إلى بلاده ويترك لنا بركة ونعمة خاصة اغتنينا بها خلال هذه الأيام واقتربنا أكثر وأكثر فالزيارات المتبادلة دائما تعبر عن المحبة التي في القلوب أرجو أن تصلوا كثيرا من أجل كل الجهود التي تبذل من أجل السلام على كل المستويات سواء المستويات الرسمية والحكومية والسياسية أو على المستويات الدينية والكنسية التي تربطنا جميعا فنحن نؤمن كثيرا أن قوة الصلاة تستطيع أن تصنع المعجزات
نقدم لأبونا متياس هذا التقرير الكامل على كل زياراته، كل زياراته وكل المواضع التي تباركت بحضوره خلال هذه الأيام الستة، مدعما بالصور ومدعما بكل المعلومات التي قدمت. شكرا لكل الذين تعبوا في هذه الزيارة، نذكر بشكر وبفرح تعب رجال الأمن الذين صاحبوا قداسة البطريرك وتعبوا في كل زياراته، نشكر رجال الإعلام الذين نقلوا كل الزيارات التي تمت وقدموها، نشكر بالطبع سعادة السفير الذي نكن له محبة كبيرة، ونشكر بالطبع كل الإثيوبيين الموجودين هنا في مصر والذين حضروا ويا قداسة البطريرك قداسا يوم الأحد واجتماعا أيضا في مساء الأحد. نشكركم جميعا ونصلي أن يستخدمنا الله من أجل مجده المبارك.